میری سندھ، میری سندھ، یہ وہ سندھ ہے، یہ وہ عظیم دھرتی ہے، صوفیوں کی سندھ، صوفیوں کی سندھ، اولیاء کی سندھ، شہیدوں کی سندھ، یہ وہ سندھ ہے جس سندھ کے بارے میں اگر میں بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی، یہ وہ عظیم سندھ ہے جس سندھ کے طرف میرے سرکار دو عالم شافیع مقصد ساقی کوثر بلند و بالا قدر رحمت کے سمندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے اس سندھ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں میرے بھائی اسٹیج پر موجود ہیں بھائی ریاض، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو سندھی اجرک میرے بھائی معظم علی خان نے اوڑا ہوا ہے، میں حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک چادروں میں سے ایک چادر سندھی اجرک جیسی تھی۔ میں سندھ کی بات کیوں نہ کروں، پوری زندگی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولی، سرکار دو عالم عربی زبان میں تکلم کرتے رہے، لیکن 63 سال زندگی میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے چند الفاظ بولے ہیں۔ رسالت امام نے اگر کسی اور زبان کے الفاظ بولے ہیں تو سندھ سے ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا تھا، رسالت امام نے ان کو سندھی میں فرمایا تھا ادا اورے آؤ۔ سندھی محمد نواف محمد علی سندھی، انا اسمي محمد بن احمد ابن يحيى سليمان سندھی من سنود مكة، اسم فؤاد احمد عبد الله سندھی شجر مرخان سندھی من مكة، يحيى احمد محمد سندھی، عبد الرحمن حسن سندھی من شجرة مرخان سندھی سنود مكة، ايمن احمد عبد الله سندھی شجرة سنود مكة، محمد صديق سندي من المدينة المنورة شجرة محمد عمر سندي، سطام هشام عمر سندي من شجرة الدواس من منسوبي مجموعة سامبا المالية، بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الرحمن هشام عمر سندي شجرة الدواس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ماهر فوزي محمد سندي من شجرة عبد الرحيم سندي من سنود مكة المكرمة، مهندس أدهم هشام عمر سندي شجرة الدواس سنود الطائف، عابد عبد الكريم احمد احمد بن سعد بن عبد الولي سندي من سكان مكه المكرمه ورجل اعمال. السلام عليكم، حيا الله الكل والجميع، انستونا يا حبايب، والله نورتونا، يعني انا اسعد واحد فيكم على فكره، يعني بحضوركم كلكم، وكنا تمنينا الجميع يكون حاضر، لكن ان شاء الله الجيات اجمل ان شاء الله. اخوكم عصام محمد علي سندي من سنود مكه، حياكم الله. عمرو عدنان سندي شجرة يحيى سليمان سندي مكة مكرمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم يحيى طه يحيى سندي من شجرة السنود من آل يحيى سندي جدنا يحيى سندي الكبير من سنود مكة، حسام يحيى طه سندي من سنود مكة المكرمة شجرة يحيى سليمان سندي طالب في مرحلة البكالوريوس تخرج في قسم العمارة في جامعة الملك عبد العزيز كلية التصاميم والبيع، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيمن سندي أيمن فيصل سليمان سندي من المدينة المنورة، شجرة عائلة بوابين المدينة، شجرة عبد الله أحمد علي سندي من المدينة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أخوكم عبد الله يوسف عبد الله صالح سندي من المدينة المنورة شجرة صالح سليمان سندي البوابين، أخوكم معلم الرياضيات مرحلة ابتدائية، على خالد حسن سليمان سندي من شجرة الدواسة جدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم خليل محمد يعقوب البلوشي شجرة صالح علي كرد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم منير عبد المجيد علي محمد سندي من المدينة المنورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أحمد وهبي أحمد سندي من سنود الطائف وعيش في الرياض ومن شجرة الدواس
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أنس بن أحمد بن وهب بن سندي من شجرة الدواس من سنود الطائف، وعايش في مدينة جدة، أعمل في القطاع الخاص، وحضرت بصحبة والدي أحمد من الرياض. نشكر صراحة القائمين جميعا على اللقاء، إن شاء الله يجزاهم بالخير وتكون إن شاء الله بداية خير وجمعة أكثر من كده في الأيام الجاية يا رب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل إبراهيم حسن سندي من شجرة النقل القماشة، وأسكن في جدة وأعمل في شركة الاتصالات السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ممدوح محمد حسن سندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن المهندس عبد العزيز سندي والعم عابد عبد الكريم سندي، نرحب بكل السنود وأرحامنا وحبايبنا في الحفل الثاني لآل سندي، ونرجو أن تدوم إن شاء الله هذه اللقاءات وبحضوركم الكريم وتشجيع أهالينا كلهم يحضروا. يعني أنا تمنيت أن الصالة هذه تمتلئ، لكن إن شاء الله الجيات أجمل بحضوركم إن شاء الله، وشرفتوني وشرفت بمعرفتكم كلكم. نفتتح حفلنا هذا بإذن الله بتلاوة من القرآن الكريم. الشيخ إبراهيم سندي يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. لو سمحتوا لي أنا لي كلمة جادوري معليش اسمح لي أنا أقدم نفسي. كلمتي أنا عن شجرات آل سندي. بالحقيقة أنا بدأت من قبل أكثر من 5 سنوات يعني أتعرف على سنود عن طريق الفيسبوك وأخش فيهم كذا. الاسم الرباعي لو سمحت، ممكن أولادك عمانك أخوانك مش عارف إيه. قال لي بعضهم يقول لي يا أبوي أنت بتجوزني ولا إيش؟ فالمهم وأشوف بعدين يا أبوي طيب عندك حرج لو أديتنا أسماء النساء؟ اللي يقول لك ممكن اللي يقول لك لا مش ممكن. وبعضهم يبدأوا يدون أسماء النساء لأنه إحنا ما نعرف الأرحام مين أرحامهم. فطلعت بطريقة يعني زي ما تقول إيش، أنا يا حبيبي مو ضروري تعرفني اسم المرأة نفسها، أنا يهمني اسم أبوها مين وعائلتها مين. فمثلا بالنسبة للزوجة تقول لي أنا أخذ بنت فلان آدمي، على الأقل أعرف أرحامك مين يقربوننا كيف، لأنه جايز الرحم دا يوصلنا شجرة ثانية ويطلع سنود مثلا، أعرف أن السنود دولة من شجرة أخرى. بالنسبة أسماء البنات حبيبي ما تبي تديني أسماءهم مو ضروري، قول لي عندي 4 بنات الله يحفظهم ما في مشكلة جايب. بعد كده أنا يهمني طبعا البنت يعني مين زوجها، اتزوجت مين وخلفت مين، عشان كمان أشوف مين أرحامنا. برضو ما تبقى تقول أسماءهم، أنا أحط رقم 1 زوجها فلان آدمي، رقم 2 زوجها فلان آدمي، وفي اللي يدوا الأسماء أحط الأسماء. فبالطريقة دي أنا وصلت للمعلومة، إيه والله هذا يقرب لفلان، هذا يقرب لفلان، هذا أخوه، هذا عمه. فبدأت أجمعهم في شجرات، وصلت إلى 70 شجرة لآلة سندي ما يقربوا البعض، في رحم بيناتهم. طبعا حاولت عساس أجمع الجمع الكريم هذا، طبعا يد واحدة ما تصفي، فقلت لابد أنه يكون لي مساعدين، يعني أنا أحتاج من كل شجرة زي ما تقول منسق. وجدت أنه بعض الشجرات ما شاء الله تبارك الله زي شجرتنا إحنا عبد الرحيم سندي ما شاء الله تعدينا 500 ويمكن أكثر، فأحتاج من كل فرع منسق. فشجرة آل عابد ما شاء الله 3 فروع أو 4 فروع، أحتاج منسق من كل شجرة. فوجدت الحقيقة صعوبة بالتعاون، فأنا الحشد الكريم ده موجود الآن، أرجو تعاونكم يعني تساعدوا منسقيكم يتعاونوا معنا وتدوهم معلومات نحدث الشجرات، واللي بينسخ من الشجرة يعني أرسله هي على الإيميل ما عندي مشكلة، يدينا المعلومات. فأنا بديك نسخة بس، فكرة بسيطة على فكرة في مطبوعات سوف توزع عليكم في نهاية اللقاء، احنا ما رضينا نوزعها الآن عشان لا تقعدوا تقروها وتسيبونا احنا نهرج لحالنا يعني، فخليناها معانا نديكم في الآخر. فمثلا يعني كفكرة شجرة عبد الرحيم سندي، احنا عندنا ما شاء الله 4 فروع وزعتهم، عندي فرع عباس سندي حطيت الأستاذ هاني عباس حسن سندي، وعندنا فرع عبد اللطيف سندي حطيت أستاذ عمر فايق عبد الله سندي، وعندي فرع سعيد سندي حطيت وابن عمي سمير سندي، وفرع حسن سندي حطيت رحيمنا فوزي محمد فوزي سندي، وعندنا فرع محمد سعيد سندي حطيت حبيبنا رأفت جميل سندي، وهكذا يعني جزأت زي ما انت شايفين كل فرع عشان اعرف الناس اللي تحتهم اللي معاهم عنده اتصال بهم، يعني يمكن في بعضكم ما يعرف كل الفروع بالشجرة،
ما يمكن في بعضهم اتعرف فيهم لاول مره هنا. فعموما هذه الشجره انا ما اقدر اروح في الليسته كلها، الليسته موجوده، كل الشجرات السبعين الشجره موجوده عندكم في الليسته هنا، والمنسقين هذول حسب التنسيق اللي وصلني، ممكن تراجعوا المنسقين دول اذا الاسماء هذه وجدتوها يعني متعاونه او تحبوا تغيروهم او تضيفوا عليهم، انا في على الرحب والسعه انا اعدل معاهم وانسق معاهم للقاءات القادمه، لانه عندنا فقره هنا ان شاء الله ننسق للقاء القادم حنجيله باذن الله. وجزاكم الله خير، شكرا. الله يسلم. الان شرح مختصر عن جمعية آل سندي، تقديم الأخ أسامة عمر سندي، فليتفضل. أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جمعية آل سندي الأهلية الخيرية، هدف الجمعية لتوثيق أواصر التواصل والتعارف والاهتمام بشؤون السنود في جميع شؤون الحياة. هذه الجمعية باكورة أعمالنا، ومن مهامها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والاجتماعية. لجان الجمعية: اللجنة التنفيذية والإدارية. أي منصب تنفيذي يكون لوجه الله تعالى وفخري وبدون مقابل مادي، ويمكن إعادة دراسة هذه الفقرة. منصب أمين الصندوق والسكرتير رواتبهم سوف تحمل من الجمعية. صاحب المنصب لابد أن يحصل على تزكيتين عن دينه وأمانته وصدق معاملاته لاعتماده، مضافا إليها 4 شهادات من أشخاص غير المزكين. وإذا شكك كتابيا في المزكي يستبدل ويفقد صاحب المنصب منصبه بسحب التزكية. ثالثا، أن لا يكون صاحب المنصب متحملا ديونا كبيرة عن أشخاص آخرين. ليس للعضو أي صلاحية في قرارات اللجنة التنفيذية والإدارية غير المصرح به رسميا في قوانين وشروط الجمعية. يجب تقديم صورة بطاقة الأحوال أو كرت العائلة للمضاف. العضو المساهم في الجمعية وله رصيد مالي لا يحق له الانسحاب من الجمعية وسحب رصيده إلا بعد سنة من تقديم الطلب أو سنة من تسديد آخر قرض هو كافله مع وجود رصيد في الصندوق. وفي حالة الوفاة لا سمح الله بعد عمر طويل يعتبر رصيده تركة لورثته، ويحق للورثة بعد عين حياته إما سحب وتوزيع التركة شرعا أو الاستمرار والاشتراك في الجمعية. في حال وفاة المقترض لا سمح الله من الجمعية ورصيده لا يغطي ما تبقى من القرض، فللجمعية التنازل عن ديونه المتبقية للجمعية بعد خصمها من رصيده، ويخصم ما تبقى من بقية الأعضاء بنسبة